فالأول القاسم الأول القاسم وبه كان يكنى عليه الصلاة والسلام، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، هذا الأول. نعم. وزينب رقية وفاطمة، زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم، هؤلاء أربعة من الإناث. وعندنا القاسم، وذكرنا إبراهيم وعبد الله، هو الطيب والطاهر. إذن المجموع سبع، كل هؤلاء ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. نعم. وأم كلثوم لهن خاتمة. نعم. والطاهر الطيب عبد الله، شيء واحد. نعم. وقيل كل اسم لفرد زاهي، قيل يعني هذا غير صحيح. نعم. والكل في حياته ذاق الحمام، يعني ماتوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبعده فاطمة بنصف عام، ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بنصف عام، ستة أشهر. نعم.